تجمع كبير لشيوخ وجهاء عشائر الفرات الأوسط في جميع محافظات العراق يجذبون ويستنكرون الاعتداءات المتكررة من ما يسمى الشيرازية على زوجات النبي وعرض النبي وعلى الفضائيات ولمدة سنين وسنين طويلة. للأسف الشديد والصمت مطبق من الجميع. هذه العشائر العربية تنتفض الآن في وجه الشيرازية وتدافع عن عرض النبي وشرف النبي وصحابة النبي الكرام صلى الله عليهم وآله وسلم. نعم، إنها النخوة العروبية الأصيلة تدافع عن عرض النبي الكريم العربي، فكل من يطعن بعرض النبي ليس بمسلم وليس بعربي. اليوم 9/5/2021 في جنوب العراق. هذه الأصوات التي تصدر من بعض الفضائيات، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، حينما تستفز مشاعر أصحاب مذهب آخر، حينما تتعرض إلى الرموز المقدسة لأصحاب أي مذهب بالسوء والسب والشتم، هل هؤلاء يعملون بوصايا الإمام الصادق عليه السلام ويقولون نحن ندافع عن مذهب أهل البيت؟ وهذا الذي أنا قلته، أنه يحرم أكررها 100 مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات المسلمين كل البشرية. يعني البوذيم عنده شنو؟ مقدسات. أنت مو من حقك أن ماذا؟ أن تسبه وتسيء إليه. ماذا قال القرآن على هذه القضية؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدونا. وهذا فيه نص، كل فعل رد فعل، وهذا فيه نص الرواية. إذا صار مجال إن شاء الله أجيب لكم إياه من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. تفدولي عرفوهم محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا. إذن طريق تحبيبنا إلى الناس ذكر مساوئ الآخرين وسبهم ولعنهم وشتمهم. لو أنت عرف ما عندك بعبارة واضحة، بيني وبين الله عندما يدخل الإنسان للظلام يلعن الظلام، لو يشعل ماذا؟ يشعل النور أو سراجة شمعة، أي منهما. تعال إلى مكان بيني وبين الله تجد شجرة مثمرة وشجرة مولانا يابسة، الأفضل أن تقف وتذم الشجرة اليابسة لو تبين محاسن شنو؟ شجرة المثمرة. أي منطق هذا؟ هذا لزامه سماحة السيد أنه هذا الدفع بهذا الاتجاه، أن تبين محاسن أهل البيت عليهم السلام، محاسن أخلاقهم، أن توظف طاقاتك ومجهودك وعمرك وقيمتك وحب الآخرين لك، ما عندك كل إمكاناتك توظفها في الاتجاه، وما ضيع وقتك وجهدك في إسقاط الآخرين وإسقاط حجتهم والنيل وسبهم وتبهيتهم واتهامهم وتسقيطهم وإصدار الفتوى. هذا منطق ليس أقل ما أقول فيه منطق قرآني أو ليس منطق قرآني. أتحدى أولئك الذين يقولون منطق القرآن أن يبدأ الإنسان بماذا؟ بالإساءة إلى الآخر. هذا ليس منطقه، بل على العكس من ذلك، بل العكس أمامكم. هذا قول الذين يعلمون أو لا يعلمون، هذا قول الذين لا يعلمون. احنا قلناها في حلقة سابقة، في حلقة ارجعوا إلى القرآن. أحسنتم، ارجعوا إلى القرآن. القرآن أولا وآخرا.